كمان مجلس الشيوخ امبارح عقد جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن المجلس يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذ من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. خلينا نشوف كلمة أو كلمة رئيس مجلس الشيوخ. ومجلس الشيوخ إذ يدير تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل مجلس الشيوخ إذ يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني، ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. حفظ الله مصر والأمة العربية.